السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن درس جديد من دروس الصف الثاني الابتدائي، وهو إن هو كيفية كتابة دعوة. احنا هنعرف في سنة تانية ازاي نبدأ ان احنا نعرف ازاي نكتب دعوة. لو انا عايزة ادعو شخص لحاجة معينة، لحفل، لتكريم، حفل تكريم في المدرسة، طيب اعمل الدعوة دي ازاي او اكتب الدعوة دي ازاي؟ لازم في شوية قواعد كده لازم اعرفهم عما اجي اكتب دعوة. طيب ايه هي قواعد او كتابة، ايه هي الحاجات اللي انا لازم اعرفها او اساسية وانا بكتب الدعوة بتاعتي؟ اول حاجة لازم اعرفها ولازم اكتبها في الدعوة هو الحدث. يعني ايه الحدث؟ بيقول لي الحدث هو تحديد مناسبة الدعوة. يعني لازم احدد انا عاملة الدعوة دي لايه. يعني انا مثلا بدعو حد لحاجة معينة، ان انا مثلا مولد النبوي الشريف، اللي هو يحضر حفل تكريم الاوائل، على حسب. يبقى الحدث اللي انا بحدد ايه مناسبة الدعوة ديت. يعني انا عاملة الدعوة ديت ايه المناسبة ليها؟ يعني اكيد مش هعمل دعوة كده وخلاص، لا، ده انا بعمل الدعوة ديت بناء على حاجة معينة. فالحدث هو تحديد مناسبة الدعوة. يبقى لازم اول حاجة في الدعوة اللي انا احدد الدعوة دي انا عاملها ليه، بدعو لايه. طيب تاني حاجة اللي هو الزمان والمكان. لازم طبعا لو انا هعمل دعوة لحد هدعوه لازم اقول له امتى الزمان، امتى الوقت اللي هو يجي فيه، ويوم ايه، وهقول له كمان المكان فين. ما ينفعش ان انا اعمل دعوة من غير زمان ومكان. طب انا خدت الدعوة ولا عارف امتى هيحصل الحفل دوت، هيحصل امتى، ولا عارف المكان فين، فكده ابقى انا برضو لسه الدعوة بتاعتي ناقصة. يبقى تاني عشان اكتب دعوة اول حاجة لازم اعرفها في الدعوة ان انا ازاي الحدث، يعني الحدث اللي هي المناسبة اللي انا مدعو اليها. لما بمسك دعوة لازم اعرف المناسبة، انا جات لي الدعوة دي بناء على ايه، المناسبة اللي انا ادعيت ليها. طيب تاني حاجة هلاقي فيها الزمان والمكان. لازم ان انا احدد الزمان، الوقت اللي انا هيحصل، اللي هو هيحصل فيه الحفل دوت، والمكان، المكان فين، انهي مكان هيحصل فيه الحفل. طيب بعد كده تالت حاجة لازم اعرفها الانشطة. يعني اروح وانا عارف مثلا ان الحفل هيكون فيه اغاني، عروض، تكريم، كلمة من مثلا من مدير المدرسة، فانا ببقى جاي الانشطة ما سيقام في الحفل. بنعرف ايه اللي بنقوم بيه في الحفل، ايه الحاجة، ايه الانشطة اللي هتقام في الحفل، اغاني، مسابقات، اللي هو كلمة من مدير المدرسة، حفل تكريم الاوائل. يبقى الانشطة الحاجة اللي هتحصل في الحفل، ايه اللي هيحصل في الحفل. طيب واخر حاجة لازم بيبقى فيه امضاء. الامضاء ده بيبقى جاي لي من قبل القائم بكتابة الدعوة. يعني اللي بيبقى هو اللي عامل الدعوة بيبقى كاتب لي، بيبقى ماضي تحت. يعني انا عم اجي ابعت دعوة لاي حد لازم امضي باسمي تحت عشان يعرف الدعوة دي جاية له منين. ما ينفعش الدعوة كده تكون جاية لي وانا مش عارف هي جاية لي منين، اما من مدير المدرسة، لاما اكتب لكم من ميس رشا. فكله بيبقى عارف تحت كتاب كتابة الإمضاء، بتبقى مكتوبة، بيبقى ماضية تحت في آخر الدعوة عشان أعرف الدعوة ديت جايالي من أنهي شخص أو من أنهي جهة. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى عشان نطبق. بس قبل ما نطبق، تاني عشان اكتب الدعوة لازم اعرف 4 حاجات: الحدث وهو اللي هي الحاجة اللي حصلت، الدعوة اللي انا مدعو اليها بالمناسبة ديت، والزمان والمكان والانشطة والامضاء، ولازم يكون فيه امضاء في الاخر. طيب تعالوا نشوف كده، لو انا عندي ادي دعوة اهي، وتعالوا نمسكها ونشوف فيها. هنا بيقول لي يسر أسرة اللغة العربية، يسر أسرة اللغة العربية دعوتكم لحضور احتفالات المدرسة بالمولد النبوي الشريف، وذلك صباح يوم الخميس على مسرح المدرسة، ويتضمن الحفل بعض العروض المسرحية والغنائية. مع أطيب تمنياتنا لكم بقضاء وقت سعيد، أسرة اللغة العربية. تاني، لسر أسرة اللغة العربية دعوتكم لحضور احتفالات المدرسة بالمولد النبوي الشريف، وذلك صباح يوم الخميس على مسرح المدرسة، ويتضمن الحفل بعض العروض المسرحية والغنائية. مع أطيب تمنياتنا لكم بقضاء وقت سعيد، أسرة اللغة العربية. ادي دعوة، دي دعوة كده ولي الأمر ماما أو بابا استلموها. حتى اللي أنا أخد منهم الدعوة بقى الطالب الشاطر ويبدأ اللي هو يطلع منها الحاجات
الحاجات اللي قلتها. اول حاجه هبدا ادور الحدث، هو ايه الحدث، ايه الحاجه اللي هتحصل في الحفله، هي الحفله دي اصلا معموله لايه؟ معموله بمناسبه المولد النبوي الشريف، يبقى الحدث اللي هو مناسبه المولد النبوي الشريف. طيب هبدا ادور على الزمان والمكان. طب انا هحضر في امتى؟ صباح يوم الخميس، يعني الخميس الجاي. يوم الخميس. طيب فين المكان؟ فين؟ في مسرح المدرسه، ادي المكان. طيب الانشطه اللي هيحصل بقى في الحفله ديت، ده في الحفله ديت هيبقى ايه؟ هيتضمن بعض العروض المسرحيه، يعملوا مسرحيات والغنائيه هيغنوا كمان. يبقى تاني في الحفل دوت هيبقى فيها عروض مسرحيه وغنائيه. طيب ايه تاني؟ هيبقى ايه تاني؟ طيب في الاخر خالص زي ما قلنا الامضاء، وهنا ممضي باسم اسره اللغه العربيه، يبقى والامضاء في الاخر اسره اللغه العربيه. فانا عرفت اللي هي جايه، اللي هي من اللي عامل الحفله او القائم بالحفله، هي اسره اللغه العربيه. تمام. طيب نكمل هنا بقى. هو زي ما هو عملنا، احنا قلنا الحدث كان ايه؟ كان شطار حضور حفل المولد النبوي الشريف بالمدرسه. طب والزمان كان امتى؟ تمام، شطار، كان صباح يوم الخميس. طب والمكان؟ تمام، كان على مسرح المدرسة. طيب هي ايه الأنشطة اللي كانت هتقوم؟ ممتازين، سمع حد بيقول لي عروض مسرحية وغنائية، والإمضاء كان من مين؟ شطار، من أسرة اللغة العربية. زي كده تانية سنة تانية. يبقى عشان أكتب دعوة لازم أعرف أربع حاجات، زي ما أنا قلت الحدث والزمان والمكان والأنشطة والإمضاء. تمام. طيب هنيجي لحاجة تانية بقى، زي ما احنا عرفنا هنكتب ازاي دعوة، هنبدأ كمان نعرف ازاي نعمل قصة، نكتب عن قصة مصورة. يعني ايه نموذج كتابة قصة مصورة؟ يعني يديني صورة قدامي وانا ابدأ اللي انا بيديني صورة قدامي وانا ابدأ اللي انا اكتب عنها، اكون جمل مفيدة، اكون قصة. طيب هنا زي ما كنا شايفين كده سنة تانية، دي صورة هدهد، هو بيقول لي استعن بالجمل الآتية لتكمل قصة مصورة. هو مديني صورة هدهد ويقول لي كملي القصة، مديني بعض الجمل اللي هتساعدني ان انا اكتب قصة. انه خطر علينا فهو ينقل الاخبار، دي الحيوانات اللي بتقول نحن حيوانات لا نحب ان يكون بيننا ينقر في الارض ويأكل الدود ليعيش بينهم. فانزعجت الحيوانات، مملكة الحيوانات فيها خطر، في خطر، وبنت له عشا في يبقى تاني سنة تانية، تعبير عن قصة مصورة، اللي هو بيديني قصة وانا اكتب بيديني صورة وانا ببدأ ان انا اكون قصة، اكون جمل مفيدة اقدر ان انا اعبر بها عن القصة دي او عن الصورة اللي قدامي بتكون قصة. هنا مديني صورة هدهد وعصافير. طيب هو بيقول لي اداني جمل استعين بها. طب يا ترى اكتبها ازاي بقى دي؟ هنا هنبدأ اللي احنا نكون قصة. فأنا قلت هبط الهدهد يوما مملكة الحيوانات، هبط الهدهد يوما مملكة الحيوانات ليعيش بينهم. فانزعجت الحيوانات وقالت نحن حيوانات لا نحب أن يكون بيننا، إنه خطر علينا فهو ينقل الأخبار. ولكن ذات يوم أصبحت مملكة الحيوانات في خطر بسبب كثرة الدود، فأخذ الهدهد ينقر في الأرض ويأكل الدود، فشكرته الحيوانات وبنت له عشا في مملكتها. تاني هبط الهدهد، أنا بدأت إن أنا خدت الجمل، أنا عملت إيه؟ كونت القصة دي إزاي؟ خدت الجمل اللي أنا اللي هو كان مديهالي دي، وبدأت إن أنا الجمل دي وبدأت إن أنا أكون، يعني أزود حاجات من عندي وأكون قصة. فقلت إيه؟ هبط الهدهد يوما مملكة الحيوانات ليعيش بينهم. فانزعجت الحيوانات وقالت نحن حيوانات لا نحب أن يكون بيننا، إنه خطر علينا فهو ينقل الأخبار. ولكن ذات يوم أصبحت مملكة الحيوانات في خطر بسبب كثرة الدود، فأخذ الهدهد ينقر في الأرض ويأكل الدود، فشكرته الحيوانات وبنت له عشا في مملكتها. بدأت إن أنا أكون جملة، أكون قصة من الجمل اللي أنا كنت جايباها، وممكن ما يجيليش الجمل دي سنة تانية ويجي لي القصة عادي، بيجي لي صور وانا ببدأ ان انا اشوف الصور دي بتتكلم عن ايه وابدأ ان انا اعمل قصة.
طيب يبقى تاني، يبقى النهاردة أخدنا إيه النهاردة؟ خدنا نموذج كتاب الدعوة، وقلنا إزاي نقدر نكتب دعوة. عشان أكتب دعوة لازم أكتب فيها 4 حاجات، لازم يبقى فيها حدث، ولازم يبقى فيها زمان ومكان، ولازم يبقى فيها أنشطة، ولازم يكون فيها إمضاء. تمام؟ وقلنا عشان، وخدنا ايه تاني؟ خدنا كتابة قصة مصورة، وقلنا عشان اكتب قصة مصورة بتكون الصورة قدامي، وانا ببدأ ان انا اعبر عن الصورة ديت في قصة، عبارة عن قصة زي ما خدنا قصة الهدهد والحيوانات. وان شاء الله يا رب اشوفكم في درس جديد على خير، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا النهاردة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.